بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد والى ظهر الدهور كلها امين. اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين. والنهارده احنا بنرحب بكم في برنامجنا برنامجنا المحبوب لدى كل واحد منكم اللي هو برنامج في ظل حبيبي. عايز نقول لكل واحد كل سنه وهو طيب وكل واحده كل سنه وهي طيبه على يعني هذا الصوم المقدس وتواجدنا في هذه الايام المقدسه في ظل ربنا وفي ظل حبيبنا في ظل هذا الصوم المقدس طبعا الصوم المقدس ده احبائي كما كنا من قبل ان هو بيرمز إليه كأنه ربيع السنة الروحية يعني هو أحلى فترة أصول الإنسان ينمو فيها روحيا زي ما بنشوف كده في تغيير كبير ما بين الفصول ما بين الشتاء وما بين الصيف بيجي فصل الربيع عشان يكون حالة للتغيير بتاعة الجو ينقل الواحد من الساعة أو البرد القارس للدفى وهكذا أيضا يا أحبائي بنشوف آه الصوم المقدس ده أصول بالظبط ينقلنا من الخطية للنور وينقلنا من الفساد وعتمة الفساد بتاعة الخطية للقيامة المقدسة عشان نعيش مع ربنا بعد كده في الخمسين وفي الفترة القادمة فيما بعد من السنة في قيامة دائمة وإحنا فرحانين طبعا عد علينا دلوقتي أربع أسابيع من الصوم والحد الجاي هيوافق هو الحد الخامس من الصوم المقدس اللي هو حد المخلع أو زي ما بنسميه في الانجليش الليم مان اللي هو الشخص اللي ما كانش قادر يتحرك وكان لمدة 38 سنة قاعد جنب بركة بيت حزدة منتظر ان حد يلقيه في البركة لما كان بيجي الملاك مرة واحدة في السنة ويحرك المياه وبعد كده لما كان بيقع حد في هذه الميه في هذه اللحظه يشفى ويبرأ من اسقامه واتعابه آه عايز اقول لكل واحد وكل واحده يا اللي فعلا لاي ظرف من الظروف آه مش قادر لسه يصوم آه يحاول يصوم ويحاول ان هو يقعد مع اب اعترافه قعده صريحه ويحاول ان هو فعلا يخلي فتره الصوم دي ما تعديش عليه وهو في تواني او كسل او اي نوع من التهاون في حياته الروحيه بنامه ربنا النهارده احبائي هيكون العنوان بتاعنا هو ازاي احنا نقوم من حياه الخطيه والكسل ونكون مع المسيح والعنوان بتاعي وبتاع كل واحد وبتاع كل واحده لازم اقوم لازم اقوم ده اللي احنا بنقوله بكل امانه وبكل اخلاص وبكل قلب نقي وبنقوله كده ربنا يعني عايزين يا رب نقوم من موت الخطيه اللي احنا فيه وعايزين يا رب اي خطيه كنا احنا مستعبدين ليها لفتره كبيره من الزمن تعدي او ترحل بعيد عننا ويجي مجد وبركه من عندك والسنين يا رب اللي احنا عشنا فيها في الخطية وأكلها الجراد وكل الناس آآ يعني آآ كانوا بيضحكوا علينا لأنك أنت يا رب ما كنتش معانا زي ما المزمور بيقول لقام الناس علينا وابتلعونا ونحن حي أحياء لكن عوننا من عند الرب صانع السماء والأرض ربنا هو يا أحبائي اللي قادر يقوم كل واحد مننا وقادر يدينا مجد وبركة وقادر يخلي كل واحد وكل واحدة يعيش معاه حياة كلها انتصار هنقول مع بعض ترنيمة جميلة ولطيفة وحلوة طبعا ومعروفة لينا اللي هي ترنيمة ربي اجذبني وراك في أجري. ويا ريت نحاول نقولها كده مع بعض اي واحد مش عارف ربي قلبي وفكري, قلبي وفكري قلبي وفكري قلبي وفكري قدس حياتي حياتي أدخلني المالك إلى حجاله فما سر قلبي قلبي إذ ازرع جماله فسر قلبي قلبي ازرع جماله قد كنت سودا يا مقدار البسني ربي غضبوا علي وابن امي امي غضب علي لما رأى فاتش علينا علينا ما أحيانا ما أحيانا ما أحيانا, متوي أحيانا, متوي أحيانا, متوي أحيانا يا حيانا يا سوع قربي يا سوع في قلبي يا لي سرور سرور

تعيش أحبائي بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أنا أتناول مع بعض النهاردة الإصحاح الخامس من إنجيل معلمنا يوحنا من الآية الأولى للآية رقم 18 آب قبل ما نتناول مع بعض هذا المقطع احبائي من هذا الانجيل المقدس او من هذا الاصحاح الخامس من انجيل معلمنا يوحنا انا زي ما قلت ان عنوان النهارده اسمه لازم اقوم لان المعجزه بتاعت النهارده بكل بساطه بتحكي عن واحد برضو كان في حاله الخطيه هنتناول مع بعض الفصل ده وبعد كده هنحاول كده نعمل مقارنة أو نشوف إيه وجه التشابه ما بين هذا الفصل والحدين اللي فاتوا مع بعض ونحاول نشوف هل يا ترى الكنيسة من وراء هذه الفصول الجميلة والفصل بتاع النهاردة ده عايزة تقول لنا إيه بالظبط في هذا السوم المقدس وبعد هذا كان عيد لليهود فصعد يسوع إلى أورشليم وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة لها خمسة أروقة في هذه كان متجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء نقلنا ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء آه هو فعلا عشان أكون دقيق ما ذكرش في الأناجيل إنه كان بينزل مرة واحدة في السنة، لأ، كان بينزل أحيانًا ويحرك المية وبعد كده إيه؟ بعد ما يعني يشوف الإنسان اللي عنده هذا المرض، المية بتتحرك ينط في المية وكان يبرأ من أي مرض يعتري. فمن نزل أولًا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ ثمان وثلاثين سنة هذا رآه يسوع متجعا وعلم أن له زمانا كثيرا فقال له أتريد أن تبرأ فقال له أتريد أن تبرأ أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي فحالًا برأ الإنسان وحمل سريره ومشى وكان ذلك يوم يوم السبت ذلك اليوم سبت آه عايز نتامل مع بعض في هذا المقطع بكل بساطه كده طبعا زي ما قلنا ان في هذا المكان كانت البركه دي الملاك يجي, يجي كده يحرك الميه فبكل بساطه اي حد عنده مرض او اي نوع من السقام ينزل في الميه لما يلاقي الملاك حركها وكان يبرا من اي مرض يعتريه. طيب كان في واحد بقى قاعد بقاله طبعا فتره في عند هذه البركه له ظروف معينه بقاله 38 سنه في هذا الوضع. 38 سنه في هذا الوضع وكان هذا الانسان آه يعني آه قاعد بقاله الفتره دي مستني حد يتحنن عليه. طبعا دايما بنقول يعني هل يا ترى ما كانش في اي حد من الناس يشفق عليه او حاسس بحالته او اي انسان ممكن آه كان يجي كده وينظر لمزلته أو تعبه ويرميه في المية أو هو حتى ما كانش عنده النية أن هو يبرق مثلا بحيث أن هو كان يستغيث بأي حد من الناس ويقول لهم ارموني في البركة لما تلاقوا المية تتحرك لأن أنا تعبت من الرقدة اللي أنا فيها دي طيب ده اللي هيخلينا نتأمل مع بعض شوية نتأمل مع بعض شوية في الجزء اللي جاي ده بيقول هذا راه يسوع مضطجعا وعلم ان له زمانا كثيرا فقال له اتريد ان تبرأ؟ طيب حكمه الهيه احبائي ان المسيح يعني يعدي على المكان ده ويعدي على هذا الشخص بالاخص ولو ناخد بالنا يا احبائي برضو ان يعني هذه المعجزه لها طابع خاص او مذاق خاص لها طابع خاص او مذاق خاص ليه لان هنا ربنا بيقول لصاحب الشأن صاحب المشكلة انت عايز تعفى عايز تشفى عايز تبقى كويس آه وده يا حبائي النوع جديد أو نوع حلو إن احنا نتأمل فيه لأنه بيمثل كمية كبيرة جدا 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 منا احنا كناس بعيدين على الله أو ممكن نكون راكضين في الخطية زمن بقالنا كتير عايشين فيها لكن مفيش تغيير او مفيش اي نوع من التحسن فيجي ربنا لما يسال الواحد هذا السؤال هو عارف ان هو لما هيسال هذا السؤال هيكون في رد فعل وحسب رد الفعل بتاع الواحد تكون الاجابه ما يمكن هو هذا الانسان كان مبسوط هو طبعا الحال ما يسرش لان احنا طبعا عارفين الانسان لما يبقى ملقى بهذه الطريقة او بهذا الشكل ممكن يصيبه حاجات كثيرة امراض نفسية و... وحمى الفراش و... وحاجات كثيرة جدا 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 سلبية تصيبه هو على هذا الحال لكن كان ممكن هذا الإنسان مثلا يقول له أهو أنا كويس على قلب الأقل بلاقي لأمتي يمكن لو أنا مثلا إنسان أرمل أو مالياش حد أو عيلتي تركاني ولا معرفش إيه يمكن أموت جوع مثلا أو الناس ما تحنش عليا أو لو أنا لو عندي مثلا دقات معينة مهما كانت هذه الدقات أو أهو خلاص الواحد قاعد أهو كده وكافي خيره وشره زي ما بيقولوا وبيلاقي لامته وهي ايام بتعدي وخلاص. لكن هو كان في نيه كان في نيه جوه هذا الشخص وده احبائي المسيح هو ده اللي ربنا بيبحث عنه دايما ربنا يعني في معظم الحالات او في اغلبيه الاوقات بيبقى عايز يكون في حوار ما بينه وما بين الشخص اللي هو معاه بيبقى عايز ان يبقى فيه أغز وعطى. بيبقى عايز ان يبقى في اخذ وعطاء بيبقى عايز ان يبقى في كده نوع من الكلام ونوع من ال يعني كده التحاور بحيث ان ربنا ما يعني ما يحسش ان هو بيفرض نفسه علينا ولذلك عشان كده احبائي في مثل الخمس عزار الحكيمات والخمس عذار الجاهلات الفك... الفكره ان الخمس عذار الحكيمات دول بغض النظر يعني او ريجاردلس ان هم كانوا آه فعلا آه منتبهين متيقظين آه مستعدات كل هذا الكلام لكن هم اكتر من كده كان عندهم النيه الكامله ان هم يكونوا في حضره ربنا بس يكونوا مع المسيح بس دي اكتر حاجه شغله بالهم وشغله تفكيرهم وشغله كيانهم وشغله كل حاجه ان هما ازاي يعدوا نفسهم بحيث ان هما يكونوا في حضره العريس او في حضره ربنا لما يجي يلاقوهم كده مستعدين في احسن حال عندهم ثياب العرس ناس متيقظين، ناس عايشين حياة كلها استعداد، ناس عايشين حياة كلها آه يعني كده آه يعني آه تسبيح وعايزين يبقوا في حضرة ربنا وعايزين يكونوا منتبهين ومتيقظين وكل هذا الكلام إيه يا أحبائي. طيب آه هنا نفس الشيء ده اللي ربنا عايز يشوفه عايز يشوف هذا الإنسان أنا جاي أهو مستعد أن أنا أشتغل بلا مقابل أنا طبيب بلا مقابل وأنا طبيب ليس فقط للجسد بل للنفس أيضا والروح وهشتغل بلا مقابل بس لازم من ناحيتك انت يكون في رد فعل ايجابي ورد فعل يكون فعلا رد الفعل ده انت عايز يكون في تغيير عايز يكون في عشره حقيقيه معايا النهارده ال الناس اللي هم بيبقوا مزمنين لاي شيء او عايشين تحت ادمان رهيب لاي حاله او اي حاجه من الحاجات يجوا كده سهل جدا ان هو يروح للدكتور عشان يطلب ان هو يتعالج ممكن يروح لاي دكتور يقول له لا استنى انا لازم ابعتك لدكتور متخصص في الحالات بتاعتك والدكتور المتخصص ده يحلل الحالة بتدقيق شديد جدا وبعد كده يقول له انت لازم تقعد فترة ريهابيليتيشن فترة نقاهة فترة يعني انت فيها بتحاول انك انت تخرج من حالة الادمان اللي انت فيها دي عشان تبقى انسان حر وانسان طبيعي ويكتب له كده يقول له انت في حالتك دي هتحتاج تاخد الدواء الفلاني او الحاجة الفلانية هتحتاج مثلا في الحالات المتأخرة او الصعبة انك انت تروح مكان معين تقعد فيه مصحه معينه او مكان معين تهدي فيه اعصابك تاخد كده فتره انك انت تكون تحت رقابه ناس جدعان وشطار في هذا المكان مجال ويقدروا ان هم يسدوا احتياجاتك حسب ايه حالتك النفسيه وكل هذه الاشياء طبعا بيبقى في ضعف ضعف جسدي وضعف نفسي لان طبعا الضعف الجسدي الانسان اللي بيبقى تحت الادمان ده بيبقى جسده مستعبد للخطيه يعني هو مش قادر يبطلها وكل ما يحاول يبطلها يحس انه مش قادر يقاوم عايز يرجع للخطيه دي باي طريقه وباي صوره من الصور واي حاله من الحالات والضعف النفسي ان هو بيكون انسان من جوه ضعيف ما ارادته الشخصيه ضعيفه جدا مش قادر يتحرك مش قادر يصنع قراراته لنفسه وبنفسه عشان يعيش ايه عادي وطبيعي وتكون الامور معاه ماشيه بصوره مستقره هنا المريض هذا الانسان بيقول له يا رب بيقول له يا سيد يا سيد ليس لي انسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، أنا ما عنديش مانع، أنا ما عنديش مانع إن أنا أنزل البركة لكن ما عنديش حد، أنا يمكن من جوايا ما عنديش آه الإصرار أو آه العزيمة إن أنا يعني أتقل على الناس أو أعمل أي حاجة أو أخليهم يحسوا بوجعي او هم حتى يحسوا بحالتي ما لقيتش منهم اي نوع من التعاطف راح قايل له بينما انا اتي ينزل قدامي اخر طبعا في لهفه فراح قايل له يسوع قم قم احمل سريرك وامشي طبعا المسيح يا احبائي الميزه هنا انه في معجزات كثيرة جدا جدا جدا. كان دايما في آه فعل الأمر يعني يقول قم ويقول للعذر ألم خارجا أو فقط بإشارة من أيده أو بكلمات بسيطة جدا جدا من فمه يصنع القرار والقرار ده في أمر فحالا برأ الإنسان وحمل سريره ومشى وكان في ذلك يوم السبت ناخد بالنا من كلمة ف وكان في ذلك اليوم السبت فقال اليهود للذي شفي أنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريرك. أجابهم: إن الذي أبرأني هو قال لي: احمل سريرك وامشي. فسألوه: من هو الإنسان الذي قال: احمل سريرك وامشي. أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو؛ لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع. بعد ذلك وجدوا يسوع في الهيكل، وقال له: ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت فأجابهم يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله طبعا يعني هنا برضو موضوع السبت عارفين كده الحاجة يقول لك الشماعة لما الإنسان دايما يحب أن هو يلتمس الحجة اللي هي الزائفة التي ليس لها سبب أو أي نوع من التبرير وكانوا هؤلاء اليهود متشددين جدا 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 بموضوع السبب لدرجة أن في مرة المسيح قال لهم كفاياكم بقى يعني أنتم النهاردة لو, لو أنتم كنتم بصحيح بتفعلون أعمال الله في هذا اليوم اللي هو يوم السبت لو نتخيل على سبيل المثال أن كنتوا حتى رغم أن المسيح طبعا كان عارف خطايا كل هؤلاء الناس وعارف خباياهم وكان دايما يعنبهم يقول لهم أنتم دايما تنظفون خارج, خارج الكأس والصحفة وداخلهما مملوء اختطافا ورياء انتم تبدون كالقبور المبيضه من الخارج وداخلها نجاسه واختطاف وريحه عفن وفيها الميتين بيعيشوا ويرجع المسيح يقول له ايها المرائي نظف الاول داخل الكاس والصفحه والصحفة ويجي يقول لهم كده ما تهتموش بمناظر الخارج لما جم يهنبوا المسيح عشان بيقولوا له انت تلاميذك دول ناس جهلة سوري في الكلمة يعني ما بينضفوش ايديهم قبل ما بيجوا يأكلوا فعشان كده المسيح قال لهم هذا الكلام قال لهم ما تهتموش بالامور الخارجية البسيطة هؤلاء الناس اللي انتوا بتتكلموا عليهم دول ناس بسيطة ناس عايشين معايا أنا في حضرتي وناس بياخدوا كل الصفات الحلوة مني فبالتالي هم هيبعدوا عن الخطية تماما وعن الشر وهيكونوا ملاصقين للخير وهيكونوا بيعملوا أعمال الخير وهيكونوا برضو بيحاولوا أن هم يسعدوني بأي طريقة ولما تيجوا كده تبصوا داخلهم هتشوفوا هم دول انقياء القلب اللي هم بيعينوا الله تماما هتشوفوا هم دول صانع السلام اللي هم فعلا يدعوا ابناء الله هتشوفوا هم دول فعلا ولادي بحق وحقيقي لكن انتوا مشكلتكم ان انتوا بتبصوا للخارج زياده عن اللزوم بتبصوا للمناصب بتبصوا لهذه الحياه الزائفه الزائله مستوية في المجتمع هيبقى عامل ازاي العلمي والمادي وكل هذه الاشياء وانا هرتقي لايه وايه وايه ولكن الهدف الحقيقي اللي انا عايش اصول عشان اعيشه اللي هو الحياه الابديه يكاد يكون مضمحل يرجعوا برضو يركزوا على موضوع يوم السبت ده وشكل يوم السبت ويقولوا له أنت شفيت يوم السبت يقول لهم أنا الإنسان اللي شافاني هو اللي قال لي كده وبعد كده يحبوا أن هم يواجهوا المسيح ما يلاقوهوش أن هو موجود وسط الجماعة لأن المكان كان هذا الموضع كان فيه جمع يعني كان زحمة شوية بعد كده المسيح شاف هذا الإنسان في الهيكل ربما كان هذا الإنسان في الهيكل بيبحث عن الله ربما كان يقول في داخله أن الإنسان الذي أبرأني هذا إن كان له هذه العطية من ربنا فده معناه إن هو إنسان بيلاص الهيكل أو إنسان متواجد في الهيكل على طول يمكن ألاقيه هناك أو يمكن يكون حابب يكون في الهيكل لأنه عايز يشكر ربنا أو يمكن أو يمكن يكون كان حابب يكون في الهيكل برضو لأن ما كانش له مكان تاني يروحه وكان هذا هو المكان الوحيد اللي ربما كان بيقوي في هذا الحال فرح جي المسيح قال له ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر يعني مرة في مرة أخرى أحبائي أيضا حينما أقام المسيح المفلوج اللي كانوا دلوه من سقف البيت بتاع بطرس جي قال له المسيح يا بني مغفورة لك خطاياك قم احمل سريرك وامشي الناس استغربت يا ترى يعني هذا الانسان اللي بيعمل هذه المعجزه ليه, ليه برضه بيساوي نفسه بربنا وليه هو بيغفر الخطايا وليه هو بيركز على مغفره الخطايا اكثر من ان هو يبرئ الانسان من المرض الجسدي كما نعلم يا احبائي وكما قال قال الانجيل ان اجره الخطيه موت اجره الخطيه موت ولذلك عشان كده ربنا عارف ويعلم جيدا ان اي انسان لما بيموت من الخطيه الموت الروحي والموت النفسي بيكون عمق هذا الموت صعب جدا لان لو هذا الإنسان عاش في هذا الموت الوقت الحاضر اللي هو هنا في العالم هيعيشوا أيضا في الحياة الأبدية هتكون الأبدية بتاعته كلها موت وعشان كده المسيح قال من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من هو حي وآمن به فلن يموت إلى الأبد ويرجع تاني يقول يعني من آمن به وعمل وصاياي وكل الكلام ده لا يغلبه الموت الثاني الموت الثاني اللي هو بعد ما ينتقل من هذا العالم ما يموتش مرة تانية ما يبعدش عني بقى ما ينفصلش ينزل للهوة العميقة أو للجحيم ويكون مع الشيطان ويكون منفصل عن ربنا حتى في الأبدية لكن الإنسان لما يكون عايش القيامة من دلوقتي وعايز يدي نفسه للمسيح وعايز يقوم من الموت اللي هو فيه ويقوم من يعني المرض اللي هو فيه والتعب اللي هو فيه بالذات اللي هو موت خطية يبقى كده هو بيتحرر وبيقول لربنا حتى لو أصابني يا رب مرض وقتي زي كده معلمنا بولس الرسول يقول أن ألام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا أي حاجة إحنا بنعينها في هذه الأيام مش مشكلة وبولس الرسول أيضا لما رجم في مدينة لسترة اه تجمع عليه ناس كثيرين وقالوا اه لبولس ازاي انت بتتحمل كل هذه الالام وكل هذه الاتعاب قال لهم هكذا احبائي بشدائد وضيقات كثيره ينبغي ان ياتي ملكوت الله. اذا المسيح هنا عايز يقول له ايه؟ اياك تختي لئلا يكون لك اشر بعد كده انت هتحكم على نفسك ربما يقع عليك مرض جسدي ثاني صعب جدا وربما في المره الثانيه هتفقد حياتك الأبدية تماما ومش هيكون في أي وسيلة أنك أنت ترجع تاني لأنك أنت إنسان مستعبد وهذا هو العمق يا أحبائي مع المسيح لأنه أولا طبيب للروح وطبيب للنفس قبل أن يكون طبيب للجسد إذا هنا إحنا لازم نعيش في قيامه دائمه وكما يقول الانجيل للانسان النائم قم ايها النائم فيضيء لك المسيح يقول المسيح ايضا لمعلمنا بطرس اتحبني يا بطرس ثلاث مرات يقول يقول المسيح كده لمعلمنا بطرس انت بتحبني وفي كل مره بطرس يقول له يا رب أنت عارف أنا بحبك. مرة اتنين تالت مرة، بطرس اتضايق اتضايق. تعب بطرس، قال له يا رب أنت تعلم جيدا أني أحبك، أنت ليه بتسأل السؤال ده بهذا الشكل وبهذه الطريقة؟ لأن ربنا كان عارف أن شخصية معلمنا بطرس شخصية عاطفية، شخصية إنسان بسيط من جواه. بيتفاعل مع الأمور اللي حواليه بصورة طبيعية جدا وقال له إن كنت تحبني زي ما أنت بتقول ارعى خرافي ارعى خرافي معناه أنك أنت لازم تشغل نفسك بأنك أنت ترعى الخرافة على قد ما تقدر ما تنامش أبدا ولا لحظة ما تستيقشي أبدا من أي اضطهاد أو أي حاجة تقع عليك يا بطرس ما ما تتضايقش ابدا من اي ضجر او ملل او اي حاجه تصيبك او اي يعني حاجه الشيطان يحاول كده بيها يهز الكنيسه ويهز الرسل انا سايبك انت لانك انت بطرس وعلى هذه الصخره ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها ورغم هذا احبائي هذا هو بطرس الذي انكر المسيح وهذا هو الفرق ما بين بطرس ويهوذا ان في فرق في التوبه في فرق في التوبه يمكن هذا الانسان المفلوج كان جواه اشتياق أنه هو عايز يقوم اشتياق ان هو عايز يرفس المناخس التي بداخله كما قال ايضا ربنا لما ظهر آه لمعلمنا بولس الرسول في طريقه الى دمشق قال له يا بولس صعب عليك ان ترفس مناخس صعب عليك ان ترفس مناخس موسى الاسود يا احبائي ايضا من هذه اللحظه طبعا برضو معلمنا بولس قام بطرس قام وبولس قام بطرس يعني حتى بعد ما هو ربنا اداله الامكانيه واهله ب ب ب يعني بارشاد الروح القدس وبتاييد الروح القدس ليه في يوم الخمسين جاب 3000 نفس للمسيح لكن كان دايما بيقع بطرس في مشكلة ازاي ان هو هيحل امور الكنيسة وامور الرسل وكنيسة يا ترى اورشليم هتقدر ان هي تمشي مع كنيسة الامم اللي اسسها بولس ولا لا وانا المسيح سيبني عشان اعمل هذا النوع من التوافق لكن في الاخر نرى ايضا معلمنا بطرس كيف ترك ضعفه خلفه وذهب إلى روما لكي ما يكرز بالسيد المسيح هناك بعدما كرز معلمنا بولس طبعا في روما وأسس الكنيسة هناك وبطرس الحقيقة راح وعدت كل المسيحيين وكل الناس اللي كانوا بيأسسوا كنيسة روما اللي أصبحت لهذا اليوم أصولها من الكنائس الكبيرة ومن الاماكن اللي اصبح فيها كرسي معترف به بالباباويه على مستوى المسكونه كلها. وبولس ايضا يا احبائي حينما قبل الايمان قعد ثلاث سنين يتعلم من الرسل ما كانش عنده الامكانيه ان هو يقوم قيام يعني يتأهب فيه سريعا وينزل كده ويبشر الناس دون ان ان هو او قبل ان هو ياخد التعليم الكافي ليه عشان يروح ويكرز بهذه الكرازه الرائعه اللي هو عملها. قبل ما نقول موسى الاسود نقول نقول برضو عن رسل من تلاميذ المسيح اللي هو متى في كلمه واحده جه المسيح قال له اتبعني ويا على اتبعني دي اللي قالها المسيح اه لمتى اه شقلبت كيانه من جوه خلته مش قادر يقعد على بعضه وقال في الحال انا هقوم واتبع هذا السيد هذا المسيا هذا الانسان المبارك اللي له تاثير على كل الناس وكل الجماعه زكى العشار يا احبائي اللي كان اكبر العشرين وكان رئيس لمتى هذا آه لما المسيح قال له يا زكى اسرع وانزل لانه ينبغي لي اليوم ان اكون في بيتك يقول, يقول, الانجيل فاسرع ونزل وقبله فرحا في بيته وكان يعني يعني المشاعر مش قادره آه يعني غلب عليه على الاخر بحيث أنه هو في الاخر قدم توبه وقال له يا رب فعلا انا اي حد اختلست حقه هرد لي حقه أربعة أضعاف زائد نص الفلوس اللي عندي واللي أنا عايش بيها أنا وبيتي أنا هعطيها للفقراء وجه المسيح قال اليوم حصل خلاص لأجل هذا البيت ناس كثيرين جدا يا أحبائي مجرد في يعني كلمة واحدة في موقف بسيط اللص اليمين نفس الشيء كما نقول أنه في آية واحدة لما قال له يا رب اسكنني متى جئت في ملكوتك راح المسيح كده أي له اليوم تكون معي في الفردوس لأن كانت هذه الكلمات وكانت هذه المواقف تخرج من هؤلاء الناس بمشاعر فياضة بمشاعر حقيقية لكن برضو في فرق ما بين الناس وبعضيها ومهما رجعت هذه الجموع او هذه الناس تخطئ مره ثانيه فربنا بيسامح عشان كده ربنا كان عارف ان مثل هذا الانسان المفلوج او العينه بتاعته او الطريقه اللي كان بيها بيستعبد للخطيه يمكن ربما يرجع ويخطي مره ثانيه ويفعل الشر امام عين ربنا ذلك عشان كده ربنا حذره قال له خد بالك عشان اليوم اللي هتيجي فيه تختي مرة تانية هيبقى عندك موت نفسي أكتر وربما يعني موت جسدي أكتر وكل هذه الأمور يعني هتأتي عليك وهتبقى تعبان مرة تانية وطبعا ربنا يرحمنا وكما قيل أحبائي ونعلم أن هذا الشخص هو كان يعني الخطية والشر من طبعه وبعض الناس يقولون أن هو نفس هذا الشخص هو اللي حاول ان هو يروح ويسرق جسد الست العذراء لما كانت طبعا لما كانت التلاميذ رايحين يعني يدفنوها او يحطوها في موضعها الاخير هو هذا الشخص اللي اتى على تابوت الست العذراء وكان جاي متهجم عليه بقوه وفي الاخر يعني فضلت ايديه متعلقه بالتابوت وسابت جسده وكان موقف صعب جدا ولولا ان التلاميذ صلوا وهو قدم توبه حقيقيه قدام ربنا في هذه اللحظه رجعت يديه اليه مره اخرى موسى الاسود يا احبائي كان قبل ما يجي كده للمسيح تقابل مع أكثر من شخصية عرفته عن المسيح مرة يتقابل مع واحد راهب والراهب يقول له ربنا كبير وقادر إن هو يخرج من الآكل أكلا ومن الجاف حلاوة ربنا شايفك كده يا موسى من بره لكن أنت من جوه إنسان بسيط جدا ممكن تتغير بكل سهولة ويجي واحد تاني برضه فلاح يقول له انت تروح لبرية شهيد وهناك تقدر تعرف كل حاجة عن المسيح ولما يروح فعلا لبرية شهيد ويتتلمز على ايدين الانبا اسيزيروس الانبا اسيزيروس يقول له انا شايف جواك صراع ما بين الخير والشر ومصير ومصير الخير هو اللي هيغلب وهيكسب في الاخر وحينما يغلب الخير يا احبائي وينتصر في الاخر تكون هناك القيامة الحقيقية، ربنا يدينا ان احنا فعلا نجاهد، ربنا يدينا ان احنا فعلا من كل قلوبنا نرجع اليه، آه عايز برضو نقول رسالة أخيرة وهي ان في الثلاث فصول بتاعة الابن الضال والسميرية والمخلع شايفين ان المسيح بيتكلم او بيتعامل مع شخصيات كلها محتاجة انها تتوب شخصيات كلها محتاجة أنها تدخل إلى العشرة الحقيقية معاه وهذا أحبائي هو عمق هذا السوم المقدس اللي لازم يع... فعلا يبقى فيه تغيير آه لازم فعلا يبقى فيه تغيير للمسار بتاعنا لازم فعلا نيجي كده ونقعد مع نفسينا أعداد صريحة جدا حتى لو إحنا مش قادرين نصنع هذه القرارات آه بصورة فعلا يعني حقيقيه مع ربنا نيجي ونصنع هذه القرارات باصرار ونصنع توبه في اللحظه. هقول معاكم كده كوبليه سريع او حاجه سريعه خالص عن الصوم وكل سنه وانتم طيبين الى ان نلقاكم بمعونه ربنا المره القادمه بنعمه المسيح الاسبوع القادم. كل يوم خميس الحلقة بتاعتنا من الساعة 7 ل وكل سنة وانتم طيبين وبمناسبة هذا الصوم كل واحد كده مليان نعمة وبركة ربنا المجد الدايم إلى الأبد آمين. طوبى للرحمة على المساكين فإن حل عليهم والمسيح ارحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم اسم الصوم للناف سي سبات وبالي ما انسى ما علي زلت على عمل الصالحات فإنه يرث ملكوت السماوات السم السم يشع بيسوع سمو صومًا طاهرًا بخشوع ليس الصوم معناه ال جوع بدون التوبه عليه زلت التوبة للروح ما على المساء كين فان رحمة حل عليهم المسيح يرحم في يوم الدين ويحل بروح قدس <applause> إلى اللقاء احبائي لان نلقاكم باذن الله باذن الله باذن ربنا الاسبوع القادم بنعمه المسيح كل سنه وانتم طيبين